قبل ما ادري المقطع يا حبايب، هذه القناة راح تنفتح ان شاء الله ويا بيسان اسماعيل وانا الشايب وهذا الشخص، راح يصورون لي بعض اشياء كلش خرافية. راح تلقون رابط قناته بالوصف، اريدكم كلكم تروحوا تفجرون القناة اشتراكات ومشاهدات يا حبايب. قناة كلش خرافية ان شاء الله، وحصل بيها برامج حلوة فويا بيسان ويا انا الشايب، فالرابط بالوصف روحوا اشتركوا عندهم. الخبر الاول عدنا عن سفر فعليا نص اليوتيوبر. اول شيء نارين بيوتي يا حبايبي اللي نزلت هذا الستوري ده تعلم من خلاله انه هي راح تسافر للسعودية وتبدا تسوي فحص الكورونا، طبعا عم تقدر تسافر. بالاضافة يا حبايب انا شايب هم تبدا تسوي فحص الكورونا عم تقدر تسافر، ويا برهوم المراوي وغيث مروان واسامة مروة. طبعا بالنسبة اللي يسأل ليش ما يريدوا يسافرون، هم عم يحضرون خطبة احمد ابو الرب اللي راح تصير بالاردن. فان شاء الله كلهم يوصلون بالسلام. وشو تتوقعون سبب سفر نارين للسعودية؟ وشوفوا الستوري. ما حتوجعني صح؟ باي نوتش. حاسس نص الانستغرام اليوم عم يسوي بي سي ار. ثانك يو سير. حاليا لإيمومار، وش الغريب اللي سواه؟ وهل يا ترى هو راح يرجع لفريق نورمار؟ فنزل هذا الستوري اللي كان بتصميم إلي والنورمار، وطبعا نورمار كان واضح بالستوري يا حبايب، وكان كاتبين عليه انه اي ميس يو، يعني احنا مشتاقين، وهو كان رد عليهم بايموجي فرحان. فهل تتوقعون يا حبايب ممكن انه هو يرجع الفريق، او هو ندمان على خروجه اصلا من الفريق؟ نفس الشيء بالنسبه ليارا يا حبايب اللي نزلت هذا التيك توك اللي كان واضح صراحه على اغنيه حزينه، ونوعا ما الاغلب اللي شافه قال انه عن نورمار. اعطوكم يا حبايب واكتبوا لي بالكومنتات تتوقعون فعليا التيك توك عن نورمار او لا. طيب مين الفاز مين الخسران؟ وين الانجاز لما تكسر النسان؟ شايفني بغرق وما تدهلي خدني طبعا بضافة يارا نزلت هذا الستوري تعلم من خلاله انه راح تنزلنا مقطع اليوم على الساعة بالاربعة. واخر شيء تنزل هذا الستوري اللي كانت تعلم بيه عن انه هي راح تحضر حفلة وائل الكفوري. طبعا الشيء الغريب انه قمر طايهم اعلنت من فترة انه هي راح تحضر، فهل هي ترى راح يلتقون ويا بعض او يصالحون؟ ما ادري صراحة، ولكن متحمسين لهذه الحفلة. بس بالنورمال يا حبايب مجرد نزل هذا الستوري دي يعلم من خلاله راح ينزل لنا مقطع راح يكون خلف الكواليس لاغنية حبيبتي مافيا. راح اعطيكم شوية من المقطع اللي هو برومو المقطع راح ينزل. لا تتصلوا مع حدا زي اي واحد بده يشتغل فيه تواصل معه، لانه هن النخبة هون بدبي. فشكرا للجميع، هاي كان نهاية الفيديو. شوفوا الفيديو كليب زي ما شفتوه، بتمنى تدعموه بكل قلبكم، لانه هذا هدفي له وصل 100 مليون. كان معكم نور الدين وجميع اللي شارك معنا. سلام يا جلدين. نروح حاليا لمريانا غريب وليش هي صارت تبكي. فنزلت هذا التيك توك على التيك توك اللي كانت قاعده تبكي بيه. بالنسبه للاشخاص اللي يسالون شنو السبب، فهذا التيك توك كان عباره انه شخص قاعد يسالها انه هل انت مشتاقه لامك؟ فهي صارت تبكي وتقول ياب، يعني فصارت تبكي انه هي مشتاقه لامها. طبعا يعرف انه امها هي حاليا مفترقه عنها. طبعا اجمعها يا رب ان شاء الله بامها، وان شاء الله يا رب اسرع وقت. واكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر. نروح حاليا لسكينه يا حبايب، وتنزل شويه ستوريات تعلن بها عن عودتها للسوشيال ميديا. فنزل شويه ستوريات بعد غياب فتره طويله، بعدين نزلت هذا الستوري كانت كاتبه عليه كل مشاكل الحياه صارت معايا هذه الفتره. بعدين هذا الستوري تقول كل مشاكل سببها اليوتيوب. طبعا ان شاء الله الف مبروك على الرجعة، والله يفرج عليها كل المشاكل يا رب. اكتبوا لنا بالكومنتات شنو تتوقعون المشاكل اللي صارت فيها سبب اليوتيوب. وبس لانه وصلت المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تفجروها مقطع باللايكات. وبس شنكم في زي ما قلت مثل القصص، احبكم، مع السلامه.